بالختام أشكر ضيوفي، وعندي كلمة تحية إلى كل الشجعان والمقاومين في مدينة حديثة اللي صار لهم أكثر من سنة يقاومون داعش، وبكل بسالة تحملوا الجوع والحصار وما زالوا يعانون. ونشد على إيد قواتنا البطلة في الأنبار والعشائر، نريد كلمة وحدة، ونريد أيضا وحدة، نريد أيضا وحدة وإيد وحدة لتحرير الأنبار وكل مدنها. داعش هواية طولت، والعوائل يوم بعد يوم تزيد المعاناة، ويضيع مستقبل الأطفال، لا مدارس لا مؤسسات تعليمية، أعمال الناس ومصالحها معطلة، مشاكل واقعية وحقيقية جاي يعانون منها أهالي الأنبار. أي طرف يثير الفتنة ويريد يخلي الناس الضحايا ويتاجر بسماهم المفروض تستبعدوه، وأي واحد يريد يقدم مساعدة ويخلصنا من داعش هلبي، إيه هلبي، إحنا بشدة وناسنا جاي تعيد ظروف قاسية جداً، إيه والله ظروف قاسية جداً. والحديث عن إعادة إعمار الأنبار وسط أزمة اقتصادية يمر بيها البلد لازم يخلوها بإيد أمينة، وما نعرف منو هاي الإيد الأمينة، لأن مليارات ضاعت ومدن العراق كلها خراب. اصبحون على وطن آمن. في أمان الله.